بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة 1981 فوليتنام، في هذا الدرس سوف نتعرف على طريقة يعني تصفية الوجه وتنقيته باستعمال برنامج صغير يدعى فوتو انسترومنت. يعني هذا هو البرنامج، أيقونة البرنامج سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو على أساس تحميله. بعد بطبيعة الحال تحميله، تقوم بتثبيته ثم تشغيله، فسوف يغنيك يعني عن استعمال برامج كبيرة جدا مثل الفوتوشوب يعني إلى غير ذلك، التي تتطلب يعني خبرة كبيرة جدا. فهذا البرنامج يمكنك فتحه مباشرة ثم سحب إليه الصورة التي تريد يعني تنقيتها. فأنا شخصيا سوف أعطيكم نموذج عن هذه الصورة. بعد سحب الصورة فهناك يعني مجموعة من الأدوات التي يمكنك عبرها يعني التعامل مع الوجه وتنقية وإزالة مثلا البقع السوداء وحب الشباب إلى غير ذلك. فأنا شخصيا سوف أستعمل هذه الأداة التي أحب يعني أحبذها إن صح التعبير، ثم سوف أعمل على تصفية يعني الوجه كما سوف تشاهدون. يتم يعني إزالة البقع السوداء بشكل جيد. طبعا كلنا يعني نلتقط بعض الصور، قد تظهر مثلا يعني نقطة سوداء أو شيء من هذا القبيل غير مرغوب فيها، فيمكنك إزالتها يعني عبر هذا البرنامج أحباب في الله أو يعني عليهم. كما سوف تشاهدون تم تنقية الوجه، وعلى أساس مشاهدة يعني الفرق قبل وبعد يمكنك الضغط هنا أحباب في الله، هنا أوريجينال نضغط عليه كما سوف تشاهدون. لاحظ مع الفرق، هناك فرق كبير جدا. سوف أقوم بتقريب الصورة كما سوف تشاهدون، لاحظ مع الفرق قبل وبعد، فهناك يعني فرق كبير جدا. البرنامج به مجموعة من الخصائص التي يمكنك التعامل معها، مثلا تغيير لون يعني الأعين، مثلا إعطاء شفتين مثلا لون يعني آخر مثلا وردي أو شيء من هذا القبيل. فيمكنك مثلا اختيار أي لون ثم البدء في يعني تلوين الشفتين إلى غير ذلك. فبعد ذلك يمكنك حفظ الصورة عبر الضغط على فايل ثم ساف آز، ثم أعطي أي اسم مثلا حوحو، ثم ضغط على ساف، وهذه الصورة أحبابي في الله قبل وبعد. يعني هذه الصورة الحين التي قمنا بتنقيتها كما تشاهدون، وهذه الصورة قبل هذه العملية. مثلا كما سوف تشاهدون، فهناك فرق كبير جدا كما سوف تشاهد. أتمنى أن هذا البرنامج قد أفادكم أحباب في الله. لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا www.5.com ودائما على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حوار1981فول. إذا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما الجديد الفيديوهات، ولا تنسى أيضا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع في أمان الله.